فاحنا قلنا احنا بنفكر ان احنا ما تكملش معانا، بنفكر في ان العيله بيطلع بره المنظومه، البشمله برضه ممكن تطلع بره المنظومه، الصدر في اطار التقييم يعني بنقيمه اه او لا، القصب خلاص طلع بره خلاص خلاص، كل اللي استمر معانا بقى كل الورقيات هتستمر معانا في الفتره الجايه، نجاحها هيبقى ان شاء الله رب العالمين بضمان بنسبه كبيره جدا. ايه اللي انجح في زراعته عندي على السطح وحقق بنسبة نجاح كبيرة، وإيه اللي ممكن يقابلني مشاكل في زراعته على السطح، ولو أنا ناوي أخش فيه أفكر شوية قبل ما أكمل أو قبل ما أخوض تجربة زراعته. هوفر عليه حضرتك بعض الأسئلة اللي ممكن تدور في دماغك، إيه اللي ممكن يبقى سهل عندك وإيه اللي يقابلك مشاكل في زراعته إن شاء الله رب العالمين في هذا الفيديو مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بحضراتكم في يوم إن شاء الله رب العالمين يفيد حضراتكم كتير. هنعرف دلوقتي النباتات إن شاء الله رب العالمين اللي فيها نسبة نجاح كبيرة بالنسبة لنا بصفة عامة نقدر نجاح نزرعها بسهولة، والنباتات اللي صعب شوية إن إحنا نزرعها وأنا زرعتها بصفة شخصية وما حققتش معايا نجاح كبير، وحتى لو هزرعها مش هكرر تجربتها، او حتى لو هي ناجحه عندي نجاحها في المستقبل القريب او البعيد مش هيبقى كويس، فيعني ممكن اضحي بيها وازرع نبات تاني. اتفضلوا معايا نتكلم في الموضوع ده مع بعض. بص حضرتك، لو انت حضرتك مبتدئ في الزراعه وناوي تزرع سطح زي كده، انا انصحك ان في نبات في رعايته بسيطه جدا جدا مع حضرتك، زي نبات البيبينو اللي حضرتك شفته معايا قبل كده مره واتنين وعشرة لو حضرتك شفت فيديوهات ليا، وهتلاقي منه اكساره سهل عندك. هتلاقي فيه نبات ممكن رائع جدا جدا في زراعته على السطح وهيعمل لك تكعيبه افضل من نبات تاني خالص. انا يعني برضك يعني مش هكدب على حضراتكم ان نبات زي العنب ده، احنا داخلين على شهور الخريف ان شاء الله، هتلاقي فرع العنب ده حطب، وهتلاقي الباشن فروت اللي هو ده او اخوه اللي هو الناحيه التانيه ده، بصوا حضراتكم الباشن فروت ما شاء الله لا قوه الا بالله، التمددات او الخضار اللي انت شايفه ده هيستمر معاك في الشتاء. يعني انا لو اول نصيحه بنصحها لحضرتك اللي يفضل ينجح معاك، ولو انت حابب تعمل تكعيبه على سطحك تضل وميزته ان هو شغال يا جماعه مستديم الخضره صيف وشتاء خريف وربيع مستمره مع حضرتك، هينجح معاك ان شاء الله رب العالمين هذا النوع من النباتات بشكل كبير جدا جدا. النبات الرمان يا جماعه لو انت حابب تزرعه، انا زرعته ما شاء الله لا قوه الا بالله، نجح معايا ورعايته بسيطه جدا جدا، وحضرتك ممكن تحقق بيه نجاح تاني. طيب انا عندي شجره تانيه وبفكر برضك مع حضراتكم ان هي برضك يعني من استمرارها على السطح اول النباتات اللي هي البشمله او المشمش الهندي. شويه انا زرعها بقالها سنه، كل النباتات اللي زرعتها في الفتره ديت كلها اثمرت وخدت منها ثمار ما عدا البشمله دي. لسه انا يعني اتاخرت معايا في الثمار بتاعتها، وهي عامه يعني هي جايبه الشماريخ اهيت ان شاء الله رب العالمين هتقعد، وهنشوف احنا في مرحله تقييمها من نجاحها من استمرارها ولا لا. البرميل ده بصفه عامه النباتين اللي فيه اذا كان العنب اللي هو طرح قبل كده وكلنا منه او البشمله اللي حضراتكم شايفينها، هم ما زالوا في طور دراسه الجدوى، وطبعا تحتهم فلفل هوريه لك حضراتكم تاني. لو حضرتك حابب ان انت تزرع شجره وبكل سهوله تدي لك ورقه رائعه واثمار ممتاز فوق الخيال ما بتشوفوش خالص خالص في عندنا في نباتاتنا في مصر، انصحك بالشجره اللي قدام حضرتك ديت، وبكل رعايه بكل بساطه حضرتك بتدي لك التمددات والتفرعات اللي انت حضرتك شايفها دي، ده اسمه ليمون بانشي. ليمون بانشي اللي برضك ممكن حضرتك ينجح عندك بسهوله خالص 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 جدا بشكل رائع الياسمين الهندي، ويدي لك ما شاء الله لا قوه الا بالله، يدي لك نمو ويدي لك اشجار رائعه 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 بكل بساطه، وينمو عندك ويدي لك تفرعات كبيره، وحضرتك في شاليه صغيره زي دي كده حضرتك شايف، والشجره ما شاء الله لا قوه الا بالله بتدي لك تفرعات قد ايه. طبعا ده الباشن فروت اللي هو الصغير ده اكسرنا يا جماعه وهدينا بيه حبايبنا وادينا لهم من الاشجار ديت، دي اشجار من اكسرنا، وده هيتنقل وهعمل بيه تكعيبه ثانيه حضراتكم هتشوفوا المفاجاه فيه دلوقتي. نيجي للتين التركي البراون التركي، البراون التركي. البراون التركي ده يا جماعه لسه انا ما زرعه فين، بصوا حضراتكم دي في شكاره، دي شكله لسه،
هيتنقل في برميل. لو كانوا مفكرين بس دي هتستمر حياتها، احد المتابعين الاعزاء قالوا انت هتسيبها في الشكاره كده على طول، قلت له لا، في شكاير زراعيه يا جماعه بتبقى مجهزه لزراعه التين بالذات، لو حضراتكم تقدروا تتحصلوا عليها يا حبذا. وبرضك التين من الاشجار اللي زراعته بتنجح بنسبه كبيره جدا 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 جدا. ولو حضرتك بقى شفت غلاء الكزبره والبقدونس والشبت، انصحك بزراعه البقدونس ده يا جماعه، البقدونس ده رائع. احد الاصدقاء قال لي انا كنت فاكره زي الكزبره في الاول بطن وحش وخلاص، البقدونس ده عمره يا جماعه سنه ودي داخله في التاني ومستمر معايا وما شاء الله لا قوه الا بالله. حضرتك بس هوري لحضرتك اهوت الباشن فروت اهو صغير، عشان تعرف بس ان حتى الاشجار الكبيره بتاعته انت مستثمرها وعامل منها اهو، واحنا في الخريف اهو ورغم ذلك عامل منه قصار صغير اهوت، والناس بيقولوا نسبه نجاح الشتاء اللي بتاعته ضعيفه، واحنا ما شاء الله لا قوه الا بالله حققنا منه نجاح رهيب اهوت، والشتاء له الجديده حضرتك. طيب لو حضرتك حابب بقى تخش في مشروع تجاري ودخل وعائد، انصحك بالنبات اللي قدام حضرتك ده، البلاك بيري. البلاك بيري يا جماعه مصدر للثراء بشكل يعني مش والله ما فيش مبالغه خالص خالص، واللي حضراتكم اتعامل معايا فيه قبل كده وفي شتلات وكده حضراتكم هيعرف ان هو قد ايه بيدخل الشتل والعقل بتاعته قد ايه مربحه في بيع الشتل وفي بيع الثمر. ولو حضراتكم رجعت الفيديو من فيديوهاتي في حصاده هتشوفوا انا كنت جامع قد ايه كام كيلو وجمعته 3 مرات في الموسم اللي فات، واللي عملت منه عقل كتير جدا وحضراتكم في كتير خد منها. وهوري لحضراتكم بس الخلف اللي بتبقى طالعه ايه، بصوا الخلف طالعه من تحت يا جماعه، الخلف دي بتبقى شجره، لو انا عايز اخد دي كده الفرع ده كده وعايز اخده بجذوره اعمله شجره، والشجره زي دي لو 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 بالارتفاع ده كده مش هقول لكم سعرها هيعدي مبلغ محترم يعني. طيب لو حضرتك بقى يعني او ده هو ده اكسرنا ده يا جماعه، ده البلاك بيري اللي احنا عاملين له اكسار عندنا، والشتله دي لو انت رايح حضرتك تشتريها من مشتل بالارتفاع ده كده مش اقل من 250 جنيه 300 جنيه هيرضى يديها لك، ولا حتى 300 جنيه. يعني انا مش عايز اخضكم في رقم للشتله اللي اتعرض عليا في الشتله اللي قدام حضراتكم ده الواحده بحالها كده كبيره، يعني مش هقول لكم والله رقم فلك يا جماعه، ما تصوروش ان اتعرض ان هو ياخد العبوه بالعود. يعني رقم بقى ممكن تفكروا فيه معدي ال 1000 وي كمان عشان ياخد الشتله دي يتعمل منها اكسار بعد كده. ولو حضرتك بردك في بدايه زراعتك وعايز تزرع نبات مش هيستهلكك وهيعمل لك نمو رائع رائع رائع، ازرع ليمون يا جماعه، ليمون شهري، ليمون بانشيه، ليميكويت، ازرع اللي انت عايزه. وحضرتك بردك في نبات يعني نمو ما بيحتاجش اي كلفه ولا اي وش خالص، دراجون فروت انا زرعته في تجربه ما كنتش داخلها بتخصص، ورغم ذلك ما شاء الله التفرعات اللي حضراتكم شايفينها وهتشوفوا دلوقتي بقيته عامل ازاي. للي بقى يعني حابب يزرع لبيته، اللي حابب يزرع لبيته ازرع فلفل بقى يا جماعه، ازرع شطه زي اللي انت حضرتك زارعها ديت، ازرع الحاجات ديت هتلاقيها ماشيه معاك بسهوله، وسمت زي برامج التسميد اللي انا قلتها لحضراتكم. وعلى عينيا طلب امي العزيزه اللي طلبت برنامج للتسميد، ان شاء الله رب العالمين والله هنعمل برنامج للتسميد ورقي ونعمله ان شاء الله، نعمله على سبوره عشان حضراتكم تشوفوا التسميد وتخلوهم هتسيفوه مع حضراتكم تستفادوا منه في كل وقت انتوا محتاجين فيه. لو حضرتك حابب تاكل خضروات او حابب تاكل فلفل وبتنجان، بصوا يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، فلفل اخضر، فلفل، بصوا يا جماعه القرون ما شاء الله لا قوه الا بالله، بصوا يا جماعه الفروق القرن الفلفل قد ايه في بيتك، بص ما شاء الله لا قوه الا بالله، عايز فلفل، عايز شطه، عايز اللي انت عايزه، عايز بتنجان من اللي هو الاسمر اللي هو المكبب في عندك حضرتك اهوت اهوت مزروع. بس يا جماعه دي بتنجان من اللي انا بحب اكله اخضر كده. شوف الفلفل ما شاء الله جمال الفلفل الاحمر ده اهو اهو. طيب انت حضرتك الفلفل هيحقق معاك نجاح، ما تترددش، عايز تزرعه ازرعه وان شاء الله رب العالمين. هقول لحضراتكم في اجراء جاي كده للبتنجان ده هجدده مع حضراتكم زي ما جددت معاكم الفلفل ده، وهتشوفوا ان شاء الله النمو هيبقى ازاي. انت بقى لو حابب في بيتك حاجه عملاقه شويه بس عايزه صبر منك شويه، مش كله هيصبر عليها، تزرع سدر، سدر اهوت بيديك شجره وبنقعد تحتها في الظل، واحنا كنا بنزرع التوم دلوقتي وكنا قاعدين تحتها في الظل وكانت جميله جدا جدا. بالنسبه لي ممكن ينجح عندك برضك ببساطه خالص، ازرع جوافه. جوافه؟ والله هتزرع جوافه على السطح، هتزرع جوافه على السطح بسهوله خالص وهتحقق معاك نجاح، وما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه التفرعات اللي واصله جايه لما لحد فين. ممكن تزرع جوافه، هذا النبات بقى
يعني في طور ان شاء الله التجريب والحصول على بذوره الاشوجندا او الجينسينج الكوري. ودي شطه اللي كنت حضراتكم حضرتوا زراعتها، دي الشتله اللي بقى لها شهر يا جماعه مشتول اهي اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، دي بقى لها شهر حضراتكم كنتوا حاضرين زراعتها. طيب عايز تنجح بردك نجاح مبهر حضرتك، طبعا احنا زارعين هنا توم وفي طور الانبات ان شاء الله رب العالمين هتتابعهم وهتلاقوا القفص. انا عملت لحضراتكم فيديو في تجهيز القفص ديت، واللي عايز يرجع ليه تجهيز القفص زي ما انتم شايفين كده المزروع فيه ده كله مزروع توم ان شاء الله في طور الانبات، اهو التربه لسه طريه هينبت، والقفص اللي هو ده القفص اللي كنت كونته مع حضراتكم اللي عايز يرجع ليه ماشي. طبعا انت ممكن في الفتره اللي جايه دي كلها فتره الخريف والشتاء الورقيات كلها هتبقى مبدعه عندك يا جماعه، الجرجير هيبقى رائع، الملوخيه ممكن تلحق شويه لو قبل الشتاء ممكن تلحقها شويه. في حاجات مختلفه شويه، في جوافه سوداء ودي جديده خالص، دي جوافه سوداء يا جماعه وهي ناجحه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس ما شفناش اسمارها باشن فروت تاني. انا بس بردك مع حضرتك لو انت حابب تزرع عايز تعمل اوليفيرا بقى وتعمل اكسار من الاولوفيرا، بصوا حضراتكم والدراجون فروت اهوت يا جماعه اللي انتم شايفينه على الارض ده كله شيت لدراجون فروت من عندنا، اكسره اسهل ما يمكن اسهل ما يمكن. ياسمين الهند تاني اهو لو حضرتك حابب تزرعه. العنب وما زلنا قلنا التجربه اللي يعني اللي انا عندي على السطح اللي بفكر فعلا ما يستمرش معايا على السطح فعلا العنب، لانه بصوا حضراتكم خلاص شوف العنب عامل ازاي، وشوفوا انتوا حضراتكم النبات التاني اللي هو عندي مستمر والجوافه هتبقى عندها عامل ازاي. هيبقى بص كده كلها اسبوعين ثلاثه او شهر وهتلاقي ده كله تساقط اوراقه وبقت حوت حطب، ففعلا في تفكير جدي لعدم استمرار العنب على السطح. الياسمين الهندي هيتنقل ده حضراتكم ده، وهعمل لحضراتكم فيديو عن اكسار الياسمين الهندي واقول لكم ازاي نطلع من دي اربع شجرات. القصب بقى خلاص ده فعلا اللي اتخذ فيه قرار بعدم استمراره على السطح، ليه؟ لان انا قلعت كام شاليه وهوريك حضراتكم جذورها دلوقتي. الشوالي دي غير كافيه تماما يا جماعه، حتى لو كانت عميقه كده لنمو القصب احنا كلنا منه قبل كده وجاب، بس مش التفرعات اللي انت بتحلم بيها وهتشوف عود قصب خرافي كده ولا حاجه. لا لو انت عايز تزرع بقى لبيتك ازرع طماطم اهو، بص يا جماعه طماطم احنا اهو لسه دي العروه اللي هي نهايه الصيف وبدايه الشتاء اهيت، احنا لسه في شهر 10 اهو، شوف الطماطم عامله ازاي، شوف الطماطم عامله ازاي، بصوا يا جماعه دي نخلة هنهديبها أحد الأصدقاء في أرضه المستديمة، وأوري حضراتكم لو أنت حابب بقى تزرع زينة، الزينة قدامك هي صبار الجوافة اسأل عليه وهاته هيستمر عندك وينجح عندك بدون أي حاجة. دراجون فروت يا جماعة ازرعه أنت بس وما تعملوش أي حاجة خالص، ازرعه وقول له يلا انطلق هتلاقيه منطلق معاك هتنجح فيه. يعني حضرتك زي ما احنا قلنا دلوقتي اللي بقى مبدع عندك وممكن حضرتك تكون متميز بيه على سطحك لو زرعت اناناس استوائي، هو مشكلته بس مشكلته ان هو تقيل قوي على ما بيوصل لمرحله الطرح، يعني بيعدي سنه سنه ونص على ما بتشوف الثمره بتاعته، فعايز واحد صبور شويه مش عايز واحد قلوق وعايز يزرع ويطلع تاني يوم يلاقي عنده ثمر وعنده انتاج. انما الاناناس الاستوائي ما شاء الله انا زرعه عندي وما شاء الله ماشي بشكل رائع، لو حضرتك عايز حاجه تنجح فيها بسهوله ازرع اناناس استوائي تبقى جميل. حضراتكم شايفين الخط اللي على الشمال ده حضراتكم البيبينو، حضراتكم شفت له كذا فيديو في الطرح والانبات، وعندنا العصافير هاتوا يا محمد العصافير، ان شاء الله نحط العصافير بتاعتنا هنا هنجمل بيها سطحنا ان شاء الله، عصفورنا الجميل الرائع واحده جوه القفص هنعلقه بقى، بس هنخلي الدنيا تبقى جميله والزقازيق تبقى حلو ان شاء الله. محمد احمد طبعا محمد احمد ابو حشيش، ازيك يا حماد؟ الحمد لله منور الفيديو ماشي. فهو جايب العصفور بتاعه يحطه هو وعمر على السطح، طبعا احنا زي ما انتم حضراتكم شايفين اولادنا كلهم بيمنوا معانا على السطح هنا بيستمتعوا بالجميل بالمنظر الجميل وبالسطح بتاعنا، وهو حاجه يا جماعه منتهى الجمال والروعه. لو الجاروني ده يا جماعه انصحكم بزراعتها لفوائدها الطبيه، قادم لحضراتكم فيديو عن فوائد الجارونيا وطريقه اكسارها ورعايتها ازاي توصل للحاجه دي، وان شاء الله رب العالمين بردك لو حضراتكم ان شاء الله في الفتره الجايه دي هيبقى في اكسار هعمل لكم اكسار للفل ده، عشان الناس اللي بيشتروا شجره فل وعايزين يخلوها 10 و20 و30 هخليك تعمل من الفل اللي انت شريته مره واحده تعمل اشجار كتير جدا جدا وتنجح فيه تمام التمام. اتمنى بس حضراتكم بردك يعني ان انتوا تكونوا حضراتكم شفتوا الحاجه اللي انت ممكن تزرعها بسهوله على سطحك،
زي ما احنا قلنا قبل ما انسى او قبل ما يعني جل من لا يسهو، حضرتك في بعض النباتات خلاص زي ما احنا قلنا احنا بنفكر ان احنا ما تكملش معانا، بنفكر في ان العلب بيطلع بره المنظومه، البشمله برضه ممكن تطلع بره المنظومه، السدر في طار التقييم يعني بنقيمه او لا، القصب خلاص طلع بره خلاص خلاص، كل اللي استمر معانا بقى كل الورقيات هتستمر معانا في الفتره الجايه، نجاحها هيبقى ان شاء الله رب العالمين بضمان بنسبه كبيره جدا. البيبينو شغال، البلاك بيري شغال، الباشن فروت شغال، الفلفل، البتنجان، يعني التوم ان شاء الله هنزرع، وان شاء الله رب العالمين هعمل لكم فيديو لزراعه الفول، الحاجات اللي انتم حضراتكم اللي عايز يشوف فول مبهر خارق حطوا له كل الاوصاف اللي انت لا تتخيلها، بص على فيديو بتاعنا بتاع السنه اللي فاتت في زراعه الفول اللي كنا زارعينه، وقرن الفول اللي حوالي 30 سم وتشوفه عامل ازاي، وهتشوفوا حضراتكم برضك انتاج طماطم السنه دي الله المستعان يكون زي السنه اللي فاتت واكتر، وبرضك ارجعوا لفيديو الطماطم هتشوفوا الطماطم عامله ازاي. اتمنى ان تكون حضراتكم بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتنا، وبنقدم لحضراتكم النصيحه اللي نقدر عليها، ولو عجبكم محتوانا يا ريت تدعمونا بالاشتراك معانا في قناتنا وتشيروه الفيديو وتدعمونا باللايك عشان نوصل هذا المحتوى لكل محب لزراعه الاسطح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.